احنا كشعب غلينا على بعضنا. كروسه دير 140 مليون، تصيبها دير 240 مليون، هذا يزيد على هذا. كلمه الحق تتقال. وحاجه واحده اخرى، الندره ما كاش طوموبيلات. هذا لا هذا كما يقول تراك تشوف فيه هو الحل الوحيد. هو الحل الوحيد، يعني معليش احنا بالطور رانا صابرين نقولوا يجي نهار وتولي تخدم عندنا طوموبيل هنا، معليش حاجه مليحه لنا كشعب تولي متوفره هنا ومليحه لاقتصادنا، بصح في الوقت هذا اللي رانا فيه حاليا حلها الوحيد الاستيراد. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.